السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. طبعا أنتم عارفين أن الاتحاد الأفريقي أرسل الاتحادات الأهلية أنها تخطر الأندية، انها اي نادي عليه احكام نهائيه من قبل الكاف خاصه بمديونيات سواء لاعيبه او مدربين او ايا كان المديونيات لحد عام عليها احكام نهائيه لحد 31 ديسمبر 2021، ادتهم فرصه انهم يسددوا هذه المديونيات الى 30/6/2022، ده اخر موعد للانديه المرشحه للمشاركه في المسابقات الافريقيه للموسم الجديد. الاتحاد التونسي خاطب الاتحاد الافريقي علشان يمد اجل هذه المده يعني. وبالفعل الاتحاد التونسي بيعلن من خلال صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي انه حصل على موافقه الكاف مد هذا الاجل بدلا من ان كان 30/6/2022، حصل على مد حوالي 11 يوم ايضا الى 11/7/2022، يعني من 30/6 لـ11/7 خد موافقه للكاف انهم يدوا فتره سماح كمان مده 11 يوم لهذه الانديه علشان تتقدم وتسوي النزاعات ما بينها. لو في نادي ما دفعش يلحق خلال هذه الفتره ويخطر الكاف يبقى من حقه ان يشارك في هذه البطولات الافريقيه سواء دوري الابطال او الكونفدراليه. ايضا قلت لحضراتكم في الفيديو السابق ان كيروش حرض المدير الفني باولو سوزا البرتغالي بعد ما تم التوافق معاه، والحمد لله اني مشي لان انا قلتها الحمد لله. تحس يا اخي ان ربنا سبحانه وتعالى بيكرمني بيستجيب لدعواتي، يعني ما كنتش حابب هذا الشخص نهائيا يعني، لانه بسبب تعاقده وتدريبه لنادي مكابي نادي الاحتلال الصهيوني، وقلت كده وش مش هدعمه الحمد لله يعني علشان ما يحصلش مشكله بالنسبه لي ومصر ودعم المنتخب. فزي ما قلت لحضراتكم كيروش بكل تاكيد برتغالي، وكيروش كان برتغالي، فلما يجي يتعاقد مع المنتخب ايه المشكله كان بالنسبه لكم ومشوا في ايه. فالراجل شردنا امام باولو سوزا، وباولو سوزا بعد ما توصل الاتفاق مع حازم امام واتحاد مصر كره القدم قال لهم معلش استاجز منكم وانتم لا تناسبوني، بعد ما اتفقوا على كل الامور الماديه يعني. فبصوا لبوميل، لكن بوميل ايضا خارج الاسماء المطروحه، وتم طرح اسم بقوه وبنسبه كبيره توصلوا معاه لاتفاق هو المدير الفني فلاديمير بيتوكوفيتش، هو صاحب الثلاث جنسيات سويسري كرواتي بوسني، درب منتخب سويسرا في اليورو الاخيره، وبعد كده تقريبا كان بيدرب نادي بوردو بعد منتخب سويسرا. نتمنى يعني لو هو هيكون اللي وقع عليه الاختيار نتمنى ليه التوفيق طبعا مع منتخب مصر ان شاء الله خلال المرحله المقبله. وقال لك تكلموا معاه وممكن يبقى موجود ومعاه مدرب عام ومخطط احمال ومحلل اداء، وايضا اصبح من الاشياء الاساسيه في المنتخب المصري، بيجوا ياخدوا باكج كده مع بعض مجموعه، ما انت هتيجي وتاخد فلوس وتجيب اللي انت عايز، بس في ناس عندنا هنا محمد شوقي والحضري والدكتور محمد ابو العلا طبيب المنتخب. فمحمد شوقي موجود مع كروش، محمد شوقي موجود مع ايهاب جلال، محمد شوقي موجود مع هو وعصام الحضري طبعا، ما اعرفش والله، هي ربما في علاقات، ربما ايه خبرات عصام، ما يدي فرصه لغيره يا اخي، مش انتوا شايفينه ان عنده الموهبه وهيجي يدوا له منتخب اولمبي بمحمد شوقي يا جماعه يعني. طبعا امير مرتضى منصور هاجم ابو جبل وهاجم اللاعب طارق حامد بعد مباراه نادي الزمالك وسيراميكا، وقال لو حتى عرضوا نفسهم بشكل مجاني على نادي الزمالك خلاص قصتهم انتهت مع نادي الزمالك، وملف التجديد ليهم تم اغلاقه لو حتى هيجددوا مجانا لنادي الزمالك. وطبعا هذا بيصب في مصلحه مرتضى وامير والدنيا بحالها، وتحريضهم لهؤلاء اللعيبه وتحريض جمهور نادي الزمالك عليهم. نسيوا يا اخي نسيوا دور طارق حامد واللي عمله طارق حامد معاهم سواء في الكونفدراليه وغيره من المباريات، وكانوا بيطلقوا رئه نادي الزمالك النابضه، الان برعايه ميدو وبرعايه خالد الغندور وبرعايه مرتضى منصور بيشوهوا
تاريخ هؤلاء، ويقول لك نادي الأهلي بياكل ولاده وبيهاجم وما بيعملش تقدير. ده هم اللي كانوا بيهاجموا النادي الأهلي، بيهاجموا النادي الأهلي على عبد الله السعيد، بيهاجموا النادي الأهلي على رمضان صبحي، بيهاجموا النادي الأهلي على حسام عاشور، وهو بيهم بيقطعوا. لكن هو فكرة الجمهور غضبان، النهارده كان بيهتف ضد امبارح يعني مباراة الزمالك والسيراميكا، بيهتفوا ضد أبو جبل وضد طارق حامد. فطارق حامد عاوز عشان يجدد مش أقل من 25 مليون، أبو جبل عايز له 20 مثلا، ياخد له بتاع 18، ياخد له 20 مليون هو راخر. 45 في 2 لعيبه، لا انا مش عايزهم، اجيب اي لعيبه بمبالغ اقل من واد. وانتوا بتقولوا اللعيبه والمشكله عندي، وانا سلمت لكم اللعيبه تسليم اهالي قطعوا، قال لك ان انا اهو. لكن حد سمع اللعيبه؟ حد اتكلم؟ حد طلع منهم قال لك احنا عرضنا على اللعيبه دي مبلغ كذا؟ لا، الجمهور بتمشي وخلاص. وده كله مرتضى منصور واولاده بيشيلوا من على دماغهم يعني، ويريحوا نفسهم. بالنسبه لمباراه الزمالك سيراميكا، اكثر من حكم اتكلموا عن الازمات التحكيميه في هذه المباراه. حتى ياسر عبد الرؤوف الحكم، في الخبير التحكيمي اللي بيطلع يحلل الحالات التحكيميه، لما خالد غندور على قناه نادي الزمالك، وقال ان في ضربه جزاء لنادي سيراميك كليوباترا في الشوط الاول، وايضا جهاد جريشه قال في ضربه جزاء لسيراميكا، وسمير محمود عثمان قال في ضربه جزاء لسيراميكا. طبعا اتكلموا وقالوا ان هدف نادي الزمالك او هدف سيراميكا الثاني جاي من فاول على النادي سيراميكا لصالح نادي الزمالك قبل الهدف، يعني لو في فار المفروض يرجع للفاول اللي قبل الهدف كانت لغة. لكن عدد كبير من الحكام اكد، حتى رضا البلتاجي قال لك لو الكره كانت لسه في قلب الملعب تبقى ضربه جزاء، وكلام من هذا القبيل. غريب في الامر بالنسبه لنادي الزمالك المدير الفني فيريرا. فيريرا رغم نادي الزمالك اخر مباراه لعبها اليوم الاربع، نادي الاهلي بيلعب كل ثلاث ايام يعني كل يومين، يعني فرق يومين 48 ساعه. الزمالك بيلعب اخر مباراه من ست ايام، من يوم الاربع يعني خميس جمعه سبت حد اثنين النهارده، يعني ست ايام فرق ما بين مباراته واخر مباراه ومباراه اليوم امام سيراميكا. ومع ذلك طالع بيشتكي، بيقول لك بنعاني من ضغط المباريات، الدوري انتهى في كل البلاد ولسه عندنا شهرين. وانت ما ده انت لسه جاي، ده انت جاي بعد كروش، وانت معانا من اول الدوري وجاي دلوقتي تنظر علينا؟ ده انت رخر نفسك الدوري يتلغي؟ انتوا بتهزروا ولا ايه؟ الاتحاد الايطالي بيوافق على مقترح اقامه مباراه فاصله لتحديد بطل الدوري الايطالي. طبعا انتوا عارفين انه كان في حاله تساوي النقاط في الصداره على بطوله الدوري الايطالي، لو في فرقتين تساووا في النقاط فبيرجعوا للمواجهات المباشره. لا، هم قرروا بشكل رسمي ان يكون في مباراه فاصله ما بين الفريقين اللي بيتساووا في النقاط، بدلا من الرجوع للمواجهات المباشره. خالد غندور ومحاوله زرع الفتنه، هو طلع طبعا خالد غندور بيطلع يقول كلام هو متلقنه يعني. النهارده طالع بيروج ويقول لك ايه، انت فين يا كابتن محمود الخطيب؟ انت زي الكهرباء بيحضر مباراه سيراميكا، وكان ولهجته وطريقته واسلوبه كانه بيقول ان الكابتن محمود الخطيب زي كهرباء على نادي الزمالك علشان يعمل مشكله ويعمل ازمه لولا فطنه وحنكه مسؤولي نادي الزمالك اللي فطنوا لهذه اللعبه وقرروا عدم دخول، والامن منع كهرباء، والا كان دخلوا جمهور نادي الزمالك شتموا وعملوا كلام. قال لك ايه خالد الغندور في خبر ما حدش شاف كهربا ولا صوره ولا فيديو، لكن طالع بيقول لك عندي خبر غريب وعجيب. كهربا لاعب النادي الاهلي واللي كان معار لتركيا ورجع، راح لاستاد القاهره لحضور مباراه الزمالك سيراميكا وتم منعه من دخول النادي. هنا خالد الغندور، ايه علاقه الكابتن محمود الخطيب بالقصه؟ لازم اعمل قصه وخيال والخطيب عاوز يولع الدنيا وازمه. بيقول لك عشان كده بقول لك الكلام خالد غندور متلقنه، مش فكر خالد غندور. قال لك ايه؟ سؤال الكابتن الخطيب ومجلس ادارته، ليه كهربا يروح لمباراه مشترف فيها ملوش علاقه بيها في ظل توتر العلاقه بينه وبين الجماهير؟ الكابتن محمود الخطيب ماله ومال القصه؟ كهربا اساسا خارج قائمه النادي الاهلي، هو لاعب في النادي الاهلي بعقد وكان طالب، لكن هو حاليا اي لاعب بيعمل تدريبه بيروح بيته، هل النادي الاهلي يقول له تروح هنا وما تروحش خط سيرك وتعمل الكلام ده؟ الكلام ده على فرض انه راح. ثم ان كهربا لو راح، عارفين كلنا جيدا مدى العلاقه القويه ما بين كهربا وبين صالح جمعه. النهارده صالح جمعه كان بيلعب وقدم مباراه جيده امس يعني امام سيراميكا، عمل مباراه جيده
فالراجل رايح يساند صاحبه، افرض ان هو صالح جمعه متفقين بعد الماتش هيروحوا مشوار معين او يروحوا مع بعض في مكان معين، ايه الخطيب علاقته بالقصه دي؟ ايه علاقه الخطيب بهذه القصه؟ ايه علاقه النادي الاهلي بهذه القصة؟ قال لك ايه؟ ما معنى ان يذهب الراجل الجاهه بس خالد الغدور، ما معنى ان يذهب المباراه وكان ممكن يحدث تراشق بينه وبين الجمهور؟ هو لم يسدد الغرامه والاهلي بيحاول يحل له الازمه، طب انت ما يحل له الازمه، ما هو لاعب على ذمه النادي الاهلي ومشاكله عشان الراجل يبقى تمام زي الفل، نساند اللاعب يعني. وما سددش الغرامه، يعني لو سدد الغرامه يحضر؟ انا مش قادر استوعبه، مش قادر افهمك. قال لك هذا الشيء يدعو للاستغراب، كهربا ذهب لحضور اللقاء لولا تم منعه من الامن، وهذه معلومه من مجلس، خد بالك اللي انا بقول لك عليه، وهذه معلومه من مجلس اداره الزمالك الذي كان متخوف من حضوره. يعني هو عرف المعلومه دي من مجلس اداره نادي الزمالك، وطبعا بقول لك هو متحفظ، حط الخطيب في القصه يعني. قال لك وتساءل ما الهدف من تواجده والامن حفاظا والامن حفاظا عليه منع من الدخول، منع خالد غندور الذكي الجاهز بيقول ايه؟ ايه الهدف من وجوده؟ ايه الهدف؟ انتوا عايزين ايه؟ والكابتن محمود الخطيب ليه كهربا يروح الماتش؟ كابتن محمود الخطيب شغال ايه يعني؟ شغال مخابرات ماشي وراه يعني؟ والله انت راجل شكلك ما بيبقاش ظريف خالص لما بتردد كلام بيتملى عليك، اطلع قول كذا يا خالد، اطلع قول. لك محاولات اظهار ان الخطيب بيحرض كهربا علشان يعمل ازمه وكلام من هذا، كلام عادي تماما. اصلا لما تجيب لنا شيل المجلس اللي عنده كل حاجه، اللي بيقول لك انا خايف المباراه، اللي كان بيطالب بنقل مباراه النادي الاهلي من استاد الاهلي والسلام، الاهلي والزمالك، عشان انا خايف على الناس والامن، الراجل عارف اكتر من امن. طب ما لقيتلناش صوره ليه؟ حتى لو صوره راجل رايح يقدر، هو واحد صاحبه والامن معه خلاص، انما خطيب بعته، وكان الخطيب هو اللي بعته، بيروح ليه يا كابتن محمود الخطيب؟ طب ايه المغزى وايه الهدف؟ يا سلام عليك يا كولومبو، انت وهو بسم الله ما شاء الله. طبعا ميدو محاوله لارضاء مرتضى منصور بعد الكلمتين هو واولاده، بعد ما قال ايه الهبل اللي انتوا بتقولوه ده؟ استاد القاهره مش عارف ايه، هو اللي شايف بطولات نادي الزمالك وسحر ايه ونحس انتوا؟ على الرغم ان هو بيقول عكس كده، يقول لك كارلو انشيلوتي جايب ماشي معاه ساحر من جنوب افريقيا، وبيقول واثق منها يعني. يعني ينتقد الزمالك على فكره السحر؟ انا طبعا ضد هذا الكلام، لكن انا بتكلم عن تناقض ميدو، ينتقد الزمالك ومرتضى على كلامه عن السحر المعمول، ويقول لك كارلو انشيلوتي بياخد البطولات بالسحر، كميه حاجات وتناقضات. لكن طبعا محاوله منه لارضاء مرتضى منصور بعد ما انتقد سيد عبد الحفيظ بالامس وهاجم سيد عبد الحفيظ وعيب، ما الكلام ده ما ينفعش يتقال لرئيس زي بحجم نادي الزمالك وكلام من هذا. النهارده طالع بيسلم طارق حامد، خلاص بقى، ما هو الوتر اللي شغال، امير عايز ايه ومرتضى عايز ايه، احنا عايزين نتصالح بقى. وفي نفس الوقت ما هو طارق ماشي وماشي يعني، واللي باقي لنا جمهور نادي الزمالك، فنغني احنا وامير ومع بعض في سكه واحده في اتجاه الجمهور، عشان الجمهور واحنا قلبنا على النادي، واحنا بنتكلم لمصلحه ان اي هاتش في اي بتاع وخلاص. شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم.